أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس جمهورية صوماليلاند يوجه خطبة إلى كافة أبناء جمهورية صوماليلاند. وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتسلمه مساعدات من مسؤولي جامعة نيو جنريشن. اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر تعقد اجتماعا موسع. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. وجه اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود أدم إلى كافة مواطني صوماليلاند خطبة أشار من خلالها إلى عدة مواضيع هامة. وجه اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود أدم خطبة أشار من خلالها إلى عدة مواضيع هامة تخص الحالة العامة للوطن والمواطنين، وتحدث في بدايتها عن الأوقات الصعبة التي تمر بها صوماليلاند والتي تواجه من خلاله أزمة كبيرة وهي موجة الجفاف والقحط التي تعاني منها البلاد، والذي أدى إلى موت العديد من المواطنين ومواشيهم نتيجة الجفاف والقحط ونزوح الآلاف من المواطنين من قراهم نتيجة نقص المياه والمؤن الغذائية. وتطرق أيضا إلى كيفية مساعدة المتضررين من الجفاف والقحط وتكاتف بين أبناء مواطني صوماليلاند ليجتازوا هذه الظروف الصعبة. وأضاف أيضا مناشدا كافة مواطني صوماليلاند بالوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل المساهمة في مساعدة المتضررين من الجفاف والقحط. كما تحدث عن الإعلان الأخير الذي صدر من اللجنة القومية والمكلفة بالإشراف على الانتخابات، والذي قضى بتأجيل عملية تدوين الناخبين شهرا بدءا من الأول من أبريل القادم، وذلك بتكثيف الجهود لمواجهة موجة الجفاف والتصحر التي تعصف بالبلاد. وجاء هذا القرار نتيجة اجتماع وعدة نقاشات بين كل من أعضاء الحكومة صوماليلاند مع أعضاء اللجنة القومية والمكلفة بالإشراف على الانتخابات والرؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة. ووجه أيضا نداء إلى كافة مواطني صوماليلاند في الداخل والخارج بالتكاثف والمساهمة في مواجهة الجفاف والتصحر. تسلمت اليوم اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر وعلى رأسها وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معالي الشيخ خليل عبد الله أحمد من إداري ومسؤولي جامعة نيو جنريشن بفرعها بالعاصمة هرقيسة مساعدات عبارة عن مبالغ مالية مساهمة منهم لتخفيف أعباء المتضررين من موجة الجفاف والتصحر. تسلمت اليوم اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر وعلى رأسها وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معالي الشيخ خليل عبد الله أحمد من إداري ومسؤولي جامعة نيو جنريشن بفرعها بالعاصمة هرقيسة مساعدات عبارة عن مبالغ مالية مساهمة منهم لمساعدة إخوانهم المتضررين من موجة الجفاف والتصحر، وتم ذلك بمقر الجامعة. وأشارك في هذه المناسبة عدد كبير من مسؤولي الجامعة ومعلميهم وطلبة وطالبات الجامعة. وتحدث في بداية هذه المناسبة سعاد حسن عبدي رئيس كليات جامعة نيو جنريشن، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن مجهودات التي بذلها مسؤولي الجامعة مع معلميهم وطلابهم من أجل تحصيل هذا المبلغ ليساعدوا به إخوانهم المتضررين. وكما تحدث هناك وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معالي الشيخ خليل عبد الله أحمد، شكر من خلال حديثه مسؤولي جامعة نيو جنريشن مع معلميهم وطلبة وطالباتهم على هذه الخطوة التي بادروا من خلالها مساعدات لإخوانهم المتضررين، وكما أشار إلى الأجر والثواب الذي سيناله هؤلاء المحسنين في الدنيا والآخرة. وفي الختام تحدث هناك عميد جامعة نيو جنريشن سعادة مصطفى محمود عبد الله، رحب بالوزير والوفد المرافق له، وكما أشار بأنهم سيواصلون جهودهم من أجل مساعدة إخوانهم المتضررين. عقدت اليوم اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر بجمهورية صوماليلاند اجتماعا موسع مع لجنة إقليم أوضل لمواجهة الجفاف والقحط، حيث ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع كيفية مساعدة مواطني إقليم أوضل لمواجهة موجة الجفاف والتصحر التي يعاني منها الإقليم. عقدت اليوم اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر في صوماليلاند اجتماعا موسع مع لجنة إقليم أوضل لمواجهة الجفاف والقحط، حيث ناقش
الجانبان خلال الاجتماع كيفية مساعدة مواطني إقليم أوضل لمواجهة الجفاف والتصحر التي يعاني منها الإقليم. وتحدث في بداية هذه المناسبة السكرتير اللجنة القومية لمواجهة التصحر، تطرق من خلال حديثه إلى النتائج التي أسفرت عن هذا الاجتماع لمواجهة الأضرار الناتجة عن الجفاف والقحط التي يعاني منها أقاليم سوماليلاند وبشكل عام وإقليم أوضل بشكل خاص. كما أشار إلى أن اللجنة القومية لمواجهة الجفاف والتصحر في سوماليلاند تناشد كافة المحسنين في الداخل والخارج لمساهمة في تخفيف أعباء المتضررين من الجفاف والتصحر. وتحدث الشيخ محمد آدم أحد أعضاء اللجنة القومية بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية التكاتف لمساعدة المتضررين من الجفاف والتصحر. وتحدث أيضا رئيس لجنة إقليم أوضل لمواجهة الجفاف والتصحر الشيخ محمد طاهر، شكر من خلال حديثه كل من ساهم في تخفيف أعباء المتضررين من الجفاف والتصحر في الإقليم هذا. وتحدث أيضا في هذه المناسبة وزير وزارة الدين والشؤون الإسلامية الشيخ خليل عبد الله أحمد، دعا الله من خلال حديثه أن يعين سوماليلاند ومواطنيها على هذه الأوقات الصعبة. وشارك في هذا الاجتماع كل من وزير وزارة المالية السيدة سمسم عبدي آدم ووزير وزارة القصر الرئاسي. عقد اليوم أعضاء اللجنة القومية والمشرفة على الانتخابات مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المختلفة، أعلنوا من خلاله عن تأجيل عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقاليم سوماليلاند المختلفة. عقدت اليوم اللجنة القومية والمشرفة على الانتخابات مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المختلفة، أعلنوا من خلاله عن تأجيل عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في الأقاليم التي لم تجرى فيها عملية تسجيل وتدوين الناخبين من مدة شهر من تاريخ الأول من أبريل القادم، وذلك من أجل مواجهة الجفاف والقحط التي تعاني منه سوماليلاند. وتحدث في هذه المناسبة المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية والمشرفة على الانتخابات سعادة سعيد علي موسى، والذي تطرق من خلال حديثه إلى رسالة التوصية التي جاءت من رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم بعد اجتماعه باللجنة القومية والمشرفة على الانتخابات ورؤساء الأحزاب السياسية الثلاثة في البلاد، وبعد النظر إلى القوانين واللوائح الدستورية الخاصة بالانتخابات في سوماليلاند، جاء القرار بتأجيل عملية تدوين الناخبين مدة شهر من تاريخ الأول من أبريل القادم، فإن عليه يجب التزام بهذه المدة من أجل المساهمة في تخفيف أعباء المتضررين من موجة الجفاف والقحط التي تعاني منها البلاد، والتي لا يمكن معها إجراء أي تعداد سكاني أو عملية تدوين ناخبين، نظرا لأن مواطني سوماليلاند في القرى والبوادي نزحوا من قراهم نتيجة نقص المياه والمؤن الغذائية. قامت اليوم وزارة القصر الرئاسي بجمهورية سوماليلاند بإيصال مساعدات عبارة عن 30 شاحنة محملة بمياه الشرب إلى مقاطعة سلحلي التابعة لإقليم مروديتشيح. قامت اليوم وزارة القصر الرئاسي بجمهورية سوماليلاند بإيصال مساعدات عبارة عن 30 شاحنة محملة بمياه الشرب إلى مقاطعة سلحلي التابعة لإقليم مروديتشيح، وذلك لتخفيف أعباء المتضررين من موجة الجفاف والقحط التي تعاني منها المقاطعة. وتحدث في هذه المناسبة كل من المدير العام لوزارة الطيران والملاحة الجوية سعادة عمر عبد الله آدم ومدير عام وزارة الشباب والرياضة سعادة محمد حسين، أشاروا من خلال حديثهما إلى أهمية مساعدة المتضررين من الجفاف والتصحر، وأضافوا أيضا مناشدين مواطني سوماليلاند في الداخل والخارج إلى أهمية تخفيف أعباء المتضررين من الجفاف والقحط هذا. وتحدث في هذه المناسبة مدير اللجنة التطويرية لإقليم مروديتشيح وجراد مصطفى محمد عمر، شكرا من خلال حديثهما حكومة سوماليلاند في اجتهاداتها في مساعدة مواطنيها والمتضررين من موجة الجفاف والتصحر التي تضرب بالبلاد حاليا. سلم اليوم سعادة عبد الكريم أو علي شبيل أحد أعضاء مجلس النواب بجمهورية سوماليلاند مساعدات إلى عدد من المجتمعات القاطنة بمنطقة أبارسو التابعة لإقليم مروديتشيح. سلم اليوم سعادة عبد الكريم أو علي شبيل أحد أعضاء مجلس النواب بجمهورية سوماليلاند وبرفقته السيدة حليمة علي موسى حرم مالك الرسمي لفندق المنصور، سلما مساعدات عبارة عن 13 شاحنة محملة بالمياه للشرب إلى المجتمعات والسكان القاطنة بمنطقة أبارسو التابعة لإقليم مروديتشيح. هذا كما بادر عدد من جاليات سوماليلاندية المقيمة بالمملكة العربية السعودية بنصف هذه المساعدة، مساهمة منهم لمساعدة إخوانهم المتضررين،
وأتحدث في بداية هناك سعادة عبد الكريم أو علي الشبير، شكر من خلال حديثي كل من ساهم في تقديم وإيصال هذه المساعدات إلى المجتمعات المتضررة. وكما تحدثت هناك السيدة حليمة علي موسى، أشادت من خلال حديثها بمجهودات التي يبذلها المجتمعات النسائية الصوماليلاندية المقتربة من المملكة العربية السعودية لتقديم يد العون لإخوانهم المتضررين من موجة الجفاف والتصحر، وكما ناشدت كافة المحسنين صوماليلاند بتقديم مساعدات العاجلة لإخوانهم المتضررين بمختلف أقاليم صوماليلاند. وفي الختام تحدث هناك عدد من مواطنين تلك المناطق عبروا من خلال حديثهم عن فرحتهم لإيصال إليهم هذه المساعدات، وكما أشاروا إلى حاجتهم الماسة لمثل هذه المساعدات ليجتازوا هذه الأزمة التي اجتاحت البلاد مؤخرا. أوصل اليوم عدد من علماء الدين في العاصمة هرقيسة مساعدات عبارة عن مواد غذائية تم تمويلها من قبل عدد من مواطني صوماليلاند في الداخل والخارج إلى سكان مناطق غرب العاصمة هرقيسة. أوصل اليوم عدد من علماء الدين العاصمة هرقيسة مساعدات عبارة عن مواد غذائية والتي تم تمويلها من قبل عدد من مواطني صوماليلاند في الداخل والخارج إلى سكان مناطق غرب العاصمة هرقيسة، وخاصة 50 أسرة من سكان منطقتها العداد. وتحدث في البداية هناك شيخ عبد القادر حاج الجامع وشيخ عبد الله محمد إبراهيم أحد علماء الدين الموكلين لإيصال هذه المساعدات، شكرا من خلال حديثهما كل من ساهم في إيصال هذه المساعدات لإخوانهم المتضررين من موجة الجفاف والتصحر التي ضربت البلاد مؤخرا. وكما أشار من خلال حديثهما بشكل مفصل عن كيفية إيصال هذه المساعدات إلى أكثر الأسر المتضررة. وفي الختام دعوا للمحسنين العلي القدير بأن يبدلهم بالخير الوفير بما أنفقوه لوجه الله، وكما ناشدوا من خلال حديثهم من كافة محسني صوماليلاند بالداخل والخارج بمواصلة تقديم مساعداتهم لإخوانهم المتضررين ليجتازوا هذه الأزمة التي يعاني منها البلاد. أعزائي المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، وحتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن وتحيات فريق العمل، ودمتم في رعاية الله.